الإنجازات الاجتماعية اللي كتدار لصالح المواطنين المنخرطين ديال هذا التعاضد، خاصة التعاضد ديال العامة، هو السياسة ديال الحر اللي كتنجح التعاضد ديال العامة وتقريب الخدمات من المنخرطين، وخاصة في المغرب العميق باش تخفف العبء ديال المواطنين باش تاع السفر ولا كذلك ديال الولوج. الا شفنا اشنو كتكلف الصحه بالنسبه للمواطنين فهو كثير، وداك الشيء علاش قلنا حنايا ضروري خصنا بالنسبه للمناطق البعيده نخلقوا واحد المكاتب وكذلك جهويه باش المواطن يحس بانه الاداره ديالو كتقرب منه وكتسهل له الولوج للخدمات. وهذا الافتتاح ديال اليوم ديال مدينه العيون سيدي ملوك ديال هذا المكتب، فهو اولا كنشكروا عليه السيد العامل وكذلك السيد الباشا والسلطات وكذلك البلديه اللي قاموا بمجهود اللي عطاو المكتب وكذلك الموظف هنا اشاره التعاضد ديال العامه، والتعاضد ديال العامه هو قرب لهم كذلك المكتب والمعلوميات من اجل تقريب هذه الخدمه هذه. والان اصبح المواطن ديال العيون بحاله بحال المواطن في الرباط، لانه اذا شفنا الاقتطاع فالاقتطاع كيف الواحد اللي كيساكن في الرباط كي واحد ساكن في العيون ولا ساكن في بوعرفه ولا في زايد، وغادي تكون عنده نفس المعلومه وكذلك غادي تكون المعالجه ديال الملفات ديالو في نفس الوقت اللي كتعالج فيه واحد الملف داخل الرباط. الملفات الان فغادي تعالجوا نهارهم وغادي يمشيو لوجده التصفيه وغادي يجيو للرباط من اجل باش يتخلصوا، وهذا الشيء غادي يكون المده ما تتراوح ما بين 21 يوم اغلب الاحيان شهرين. وكذلك المكتب غادي يؤدي خدمه كذلك ديال البطائق من اجل التحيين ديالها ولا كذلك المعالجه ديالها، وكذلك بالنسبه للخراطات الجديده. فالان المواطن من غادي يبغي ينخرط داخل هذه المنطقه اللي غادي يكون موظف جديد فهو ما غاديش يلقى صعوبات، لان اليوم غادي يحط الملف ديالو قدام دارو. مسألة أخرى وهي التسوية ديال الوضعيات اللي فيها إشكاليات كبرى بالنسبة للمغرب العميق والمواطنين ديال المغرب العميق، فالآن أصبحت بالنسبة للمواطنين ديال العيون سهلة، فهو يجي يشوف واش وليداتو كاينين معاه، واش مراتو كاينة الزوجة ديالو، وكذلك يشوف واش الوضعية الإدارية ديالو كاينة، واش الوضعية ديال الاقتطاعات ديالو كتعالج، وبهذا الشيء هذا كيخفف عليه أي ديبلاسمون لأي بلاصة سواء كانت الرباط أو وجدة. وبهذه الخدمات الإدارية فكنقول بأنه أنا هنيئا لنا جميعا سواء كنا كمواطنين ولا كجمعية ديال التعاضد ديال العامة ولا كذلك كسلطات ولا كمنتخبين ديال المنطقة، لأننا حقنا حقيقة واحد إنجاز تاريخي بالنسبة للمواطنين ديال المنطقة ديالنا في هذا القرب هذا. وثانيا غتسجل كل واحد ساهم من قريب أو بعيد في البالماريس ديالو، بدون ما ننسى الاجهزه المسيره ديال التعاضد اللي كنرجع لها اكبر فضل وهو المكتب والمجلس والجمع العام وكذلك الموظفين اللي كيسهروا مساكين بكل قوة على اساس ان الانجازات تكون حقيقه. فاليوم الحمد لله اصبح شحون من هذا اصبحت حقيقه، فهنيئا لنا وهنيئا لكل المنخرطين ديال المسحه ديال اللي كنا كان السيد الرئيس ديال المجلس البلدي عطى الموافقه ديالو من اجل تخصيص بقعه، فالمسطره فهي متبعه. فالسيد الرئيس المجلس البلدي كنشكره جزيل الشكر لانه تابع معنا، وكذلك كنشكر وزاره الوصيه لان حتى هي اللي غي اكتيف افيك نو، ولكن انتم كما كتعرفوا فالمساله الاداريه فدائما كتاخذ واحد شويه ديال الوقت، ولكن كنظن باننا في المراحل الاخيره ما بين الوزاره وكذلك ما بين المجلس البلدي، وان فوا غادي يكون عندنا البقعه فاحنا غادي ندوزو للطرف ديال اننا نحققوا. ولكن حنا بالنسبه للتعاضد ديال العامه ما كرهناش، وكيعطيو لنا هذا الترخيص ويعطيو لنا هذه الارض ونبداو في الاشتغال باش المواطنين يستافدوا، خاصه في الميدان ديال الولاده اللي ما احوج لنا له في بلادنا.